ما زالت أغلب الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في البصرة تعاني الإهمال الكبير، الأمر الذي قد يعرض ما تبقى منها للاندثار. شركة ابن ماجد نموذجا لقدرتها على إنجاز العديد من المشاريع، لكن عدم الاهتمام بها حال دون ذلك. مظلومة 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 وقادرة على تصنيع كافة الخزانات، سبق وأن قلت لك لما لديها من خبرات وكفاءات عالية. وندعو السيد رئيس الوزراء من خلال قناتكم والسيد وزير الصناعة والمعادن لدعم هذه الشركة بجلب عقود من وزارة النفط، لأنه كل عملنا مرتبط بشركة النفط، خزانات، بند أنابيب، كل عقودنا مرتبطة بشركة نفط الجنوب وباقي شركات النفط. القطاع الخاص الذي أنهى أغلب الشركات والمعامل الحكومية، حيث ما زالت وزارة الصناعة تغض النظر عن إعادة هذه الشركات إلى الواجهة من خلال التعاقد مع شركات عالمية لإعادة هذه المصانع التي تشهد بطالة مقنعة وتثقل كاهل الموازنة العامة. والله معوقات هواي، يعني هسه احنا يعني الموظفين شركة ابن ماجد كلهم قطاعين ولحامين وإمكانيات عندنا، مستعدين نبني العراق يعني نبني البصرة، بس شنو يعني ماكو ذاك الاهتمام. نتمنى من الوزارة تهتم بالموظف والدعمه، وخصوص يعني الصناعة وخصوص شركة ابن ماجد. يعني طبعا من طبت القطاع الخاص أثرت على القطاع الحكومي، الشركات الحكومية، فنتمنى يعني دعم يجي، عمل يوفرون لنا عمل يجي. ويسعى نواب عن البصرة لتعديل القوانين الخاصة بالشركات والمصانع لتواكب الحداثة التي طرأت على العالم في مجال الصناعة، من أجل الحفاظ على ما تبقى من المصانع والشركات بغية عدم تعرضها للاندثار. شخصنا جزء من الخلل حول الشركات العامة، وهي بحاجة إلى تعديل قوانين هذه الشركات، لأن القوانين القديمة لا تنسجم مع متطلبات المرحلة، لا تنسجم مع التطور والانفتاح الكبير للعراق على الدول الصناعية الكبرى، وأيضا لا تنسجم مع متطلبات الصناعة والتطور في الصناعة والتكنولوجيا التي وصلت إليها الصناعة العالمية. أما إذا ما بقينا على هذه التشريعات فستبقى شركاتنا مهملة، وستندثر شركاتنا وستهيكل، لأن القانون يسمح بهيكلة الشركات، بتصفية الشركات الخاسرة، وبالتالي لدينا الكثير من الشركات التي أعلنت إفلاسها وخسارتها. ولعل الإهمال الذي طال الشركات الحكومية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن حال دون إعادة هذه الشركات إلى الواجهة في ظل تواجد القطاع الخاص الذي يسيطر على العملية بصورة كاملة. فؤاد الحلفي، آي نيوز، مدينة البصرة.